بصوا، هو الدنيا زحمة أوي النهاردة والشارع واقف تحت، فأي صوت بتاع عربيات أو تريلات أو الكلام ده هتدوه في الفيديو بتاع النهاردة. معلش. المهم، أنا اسمي عمر عبد الناصر، شغال مترجم وكاتب، والفيديو بتاع النهاردة هعمل فيه تلخيص سريع لمسرحية هاملت باي ويليام شكسبير. الآي اللي هنا دي هتشوف فيها الفيديو اللي فات كنت عامل فيه ملخص سريع لمسرحية ويليام شكسبير برضو، اللي هي ذا ميرشنت أوف فينيس أو تاجر البندقية. بص عليها بصة برضو يمكن تفيدك. هتلاقوا كمان فيديو تحتيه بعلمك فيه ازاي تتكلم انجليزي بروشنة، عشان احنا شباب روشين جدا. نخش بقى في فيديو النهاردة. الفيديو ده طلب مني للناس اللي بتدرس كلية لغات وترجمة في جامعة 6 اكتوبر. ممكن يكون كلية لغات وترجمة برضو بيدرسوها في جامعات تانية، معرفش، بس دي الجامعة اللي انا اعرفها يعني عشان انا كنت فيها. فالفيديو ده هعمل فيه ملخص للبلات سامري والكاركترز وكل الحاجات اللي هتحتاجوا تكتبوها في الامتحان، فشير بقى بينكم وبين صحابكم. طيب، خليني في الاول اقول شويه المعلومات اللي ملهمش اي لازمه بس لازم اقولهم برضو. المسرحيه دي اللي كتبها الكاتب الانجليزي ويليام شكسبير، وكتبت في حوالي 3 سنين، والجنرا بتاعها تراجيدي. وركزوا في التراجيدي دي عشان هنحكي عن حاجه في الاخر ليها علاقه بالتراجيك هيرو. كمان المسرحيه دي السيتنج بتاعها او المكان اللي بتحصل فيه الاحداث هو دوله الدنمارك باوروبا. اوكي، نخش في البلات سامري. المسرحيه بتبدا بموت الملك هاملت او كينج هاملت، وده كان ملك الدنمارك ساعتها. فابنه الصغير هاملت بيرجع من المانيا لانه كان بيدرس هناك، وبيلاقي عمه كلوديوس اللي هو اخو ابوه هاملت ذا كينج اتولى الحكم، وكمان اتجوز امه اللي هي مرات اخوه، عيله غريبه، وهي اسمها جيرترود. فطبعا هاملت كان متضايق جدا وما كانش موافق على الجوازه دي خالص، ومتضايق منه من ازاي امه يا دوب لما صدقت الراجل فلسع واتجوزت اخوه، وان ازاي عمه اصلا يتجوز امه، فكان يعني قرفان منهم بصراحه. ليه حق. بعد كده بقى بيظهر شبح لاتنين من الحراس. الشبح ده على هيئه هاملت ذا كينج اللي هو ابو هاملت. فطبعا الحراس بيتخضوا جدا ومبيصدقوش، وبيجروا على هاملت يقولوا له الحق، ده في شبح شبه والدك وحصل كذا 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 كذا. هاملت بيجري عشان يشوف الشبح ده، هو بيلاقيه فعلا على هيئه ابوه، والشبح ده بيقول له بص يا هاملت يا ابني، انا اللي قتلني عمك اللي هو كلوديوس، حط السم في ودني ولازم تنتقم لي. فهاملت قال له قشطه يابا، خلاص تمام، اعتبر الحوار ده خلصان. هاملت كان عايز يتاكد اذا كان كلام الشبح ده صح، وهل هو شبح ابوه ولا لا اصلا. فعمل خطه، وبدا ان هو يتصرف بجنون ويعمل حاجات غريبه ويتكلم بطريقه غريبه، مثل ان هي هبت معاه على الاخر. هاملت بقى كان بيحب واحده اسمها اوفيليا. اوفيليا دي تبقى بولينيوس اللي هو الدراع اليمين بتاع كلوديوس اللي هو عم هاملت. فاوفيليا لما شافت هاملت بالطريقه دي وازاي ان هو مجنون وبيتصرف بطريقه غريبه وشكله غريب والكلام ده، قالت له ان انا عمري اصلا ما حبيتك وبعدت عنه. وراحت حكت لباباها اللي هو بولينيوس اللي هو زي ما قلنا الدراع اليمين لكلوديوس، وقالت له حصل كذا 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 وهاملت مجنون ومش عارف ايه. فبولينيوس افتكر ان هو اتجنن من كتر ما هو كان بيحب اوفيليا، واوفيليا رفضته. مش عارف. فلما الخبر انتشر، كلوديوس اللي هو عم هاملت ومراته جيرترود اللي هي تبقى ام هاملت برضو قعدوا يدوروا الواد ده اتجنن ليه، هو ايه اللي حصل له بالظبط. فجابوا اصحابه وسالوه، يعني يا ابني انت ما تعرفش حاجه عن صاحبك اتجنن ليه، هو ايه اللي حصل له؟ فاصحابه قالوا اه والله يا طنط، اه والله يا عم، وحاله مش عاجبني ولا عاجب صاحبي ولا عاجب اي حد فينا، وبيعمل حاجات غريبه. في الاخر عرفوا ان سبب جنونه مش ان هو بيحب اوفيليا وفيلم الحمضان ده، بل هو سبب تاني غامض تاني خالص يعني، ومش عارفين ايه السبب ده. فعمه كلوديوس قرر ان هو يوديه على انجلترا عشان يخلص من الحوار ده ويريح دماغه. في نفس الليله دي وصلت مجموعه من الممثلين هم كانوا اصحاب هاملت او يعرفهم بطريقه ما، فرحب بيهم وقعد يشرب معاهم كوبايتين شاي في الخمسينه كده، وقال لهم بقول لكم ايه، انا عايزكم في حوار مصلحه. قالوا له قول يا برنس. قال لهم بصوا، احنا هنعمل خطه اسمها ماوس تراب او مصيده الفئران، او زي ما بنقول كده الكمين. ايه يا عم الحاج الماوس تراب ده؟ ان احنا هنمثل مسرحيه وهنعرضها قدام كلوديوس الملك وكل الناس. المسرحيه دي بتحاكي نفس الطريقه اللي قال لي الشبح بتاع ابويا هو مات بيها، وهي ان حد بيقتل الملك بيحط سم في ودنه. قالوا له خلاص قشطه، احنا معاك وكله في السليم. طبعا هاملت كان عايز يعمل كده ليه؟ عشان يتاكد اذا كان كلام الشبح ده صح فعلا، وهل عمه هو اللي قتل ابوه بالطريقه دي ولا لا، ممكن ما يكونش هو. ظبطوا المسرحيه وجم يعرضوها قدام الناس، وقعدوا كلوديوس وجيرترود مراته والناس كلها قعدت تتفرج على المسرحيه. وهاملت طول ما هو بيعمل البرفورمانس بتاع المسرحيه كان مراقب كلوديوس عايز يشوف رد فعله. كلوديوس كان قاعد طول المسرحيه متوتر وشكله غريب وعرقان وبتاع، واول ما جه المشهد اللي بيتقتل فيه الملك عن طريق السم في ودانه قام وساب الناس.
طبعا صاحبنا هاملت كده اتاكد 100% ان عمه كلوديوس هو اللي قتل ابوه وحط السم في ودنه. كلوديوس بقى راح على الكنيسه عند ركن الاعتراف وقعد يعترف: سامحني يا رب، انا اللي قتلت اخويا وحطيت السم في ودنه، انا بعترف ان انا عملت كده. طبعا صاحبنا هاملت كان مستخبي ورا الخشب بتاع الكنيسه وسمع الاعتراف بودنه بتاع كلوديوس، وكان هيقتله فعلا بالسيف بتاعه، بس كان عارف ان لو قتله في الكنيسه وهو بيصلي او بيعترف هو كده هيخش الجنه، وهو طبعا مش عايز يخش الجنه. صباح الفل. المهم هاملت راح لمامته اللي هي جيرترود وقرر ان هو يواجهها وجه لوجه: وانت ازاي عملت كده؟ وكلوديوس عمل كده وهو اللي قتل ابويا، وانت برضه متجوزاه. وسخن عليها وهو بيكلمها وبتاع، بس مين كان مستخبي ورا الستاره؟ بولينيوس. فجيرترود لما شافت ابنها بيعمل كده اتخضت ونادت على بولينيوس عشان ينقذها. بولينيوس خرج من ورا الستاره، راح هاملت مطلع سيفه وموته، وبكده بولينيوس يبقى مات. اوكي. المهم شبح تعبوه ظهر لهاملت التاني وقال له: بقولك ايه، انت انجز حالك كده في حوار الانتقام ده، انت لازم تنتقم لي، وفي نفس الوقت لكش دعوه بامك، امك ملهاش دعوه بالحوار ده. راح قال له: ايش طيابه. اوفيليا اللي هي حبيبته، طبعا ابوها بولينيوس كده مات فاتجننت خالص وهبت منها على الاخر، وبقت ماشيه مع نفسها تغني اغاني وتحكي حكايات وتكلم نفسها، حاجه منتهى الهبل يعني. فاخوها ليرتس لما شافها في حاله الجنون اللي هي فيها دي لام الملك كلوديوس على الحوار ده، وراح عشان يتكلم معاه ويقول له: انت السبب في جنونها، وانت السبب في مقتل ابويا. كلوديوس قال له: بقول لك ايه، الحوار ده بره عني، انت عارف مين السبب؟ هاملت فعلا هو السبب، عشان هو اللي قتل ابوك، وبسبب موت ابوك اختك اتجننت. وقعدوا مع بعض كده وطبخوا طبخه ان هم يتخلصوا من كلوديوس بطريقه ما. ايه هي الطريقه بقى؟ الطريقه دي ان هم ينفوا على انجلترا عشان يتحاكم على جريمه القتل اللي عملها، واول ما يوصل انجلترا هيبقى في حد هناك هيخلص عليه. وفعلا هاملت اتنفل انجلترا، بس عرف وهو في الطريق ان كلوديوس وليرتس عاملين الخطه دي، وان في حد هيقتله اول ما يوصل لانجلترا، فرجع تاني للدنمارك لوحده. في الوقت ده على جانب تاني من الكوكب، اوفيليا من كتر ما اتجننت والكلام ده كله راحت على النهر وراحت مغرقه نفسها، نقدر نقول انتحرت، خلصت هي كمان. نرجع لهاملت. هاملت وهو في الطريق كان في مقبره كده قابل صاحبه هوراشيو، هو واتنين من الجريف ديجرز او حفارين القبور، وعملوا كونفرزيشن لطيفه كده بيتكلموا فيها عن الحياه والموت وكيف بدا الخلق واسئله بعد 12 بالليل دي. وسبحان الله اخي المؤمن في نفس المقبره تيجي جنازه مين؟ اوفيليا. بس هاملت ما كانش عارف ان دي جنازه اوفيليا. ولما ليرتس اخوها كان بيحطها في القبر وبيودعها للمره الاخيره، هاملت شافها وعرف ان دي جنازه اوفيليا، فثار جدا ونزل وقعد يزعق ويقول ان محدش كان بيحب اوفيليا غيري. المهم ليرتس سمعوا وقفشوا في بعض وقعدوا يتخانقوا هما الاثنين. ولما رجعوا بقى كلهم للقصر، كلوديوس عرف طبعا ان هاملت ما ماتش، فحب يعمل خطه تانيه ما تخرش الميه عشان يخلص بيها على مين؟ على هاملت. فقعد هو وليرتس وطبخوا الطبخه وقالوا: بص، احنا نعمل ماتش كده مبارزه بينك انت وهاملت، وهنخلي السيف بتاعك يا ليرتس في اخره سم كده عشان اي تعويره هتعورها لهاملت هيموت ويخلص. وبالفعل جه يوم الماتش والمبارزه بدات بينهم، وطبعا السيف بتاع ليرتس كان مسموم، بس كلوديوس القذر ما استكفاش بكده، هو جاب كاس النبيذ بتاع هاملت وحط فيه سم عشان يضمن ان حتى لو السيف ما قتلهوش بالسم هو يشرب النبيذ ويتسم ويموت. المهم مامت هاملت اللي هي جيرترود لما حست في نص الماتش كده ان هاملت هيكسب، راحت شاربه الكوبايه بتاعه النبيذ بالغلط وماتت وخلصت. الله يرحمك يا ست جيرترود، كنت واطي يا الله. المهم المبارزه ضربه من هنا على ضربه من هنا، هاملت تمكن ان هو يغلب ليرتس ويقتله ويخلص عليه. بس ليرتس وهو بيفرفص في الروح راح قال لهاملت: تعالى هقول لك على حاجه، شايف عمك اللي هناك ده؟ غفلنا كلنا، هو حاطط في السيف بتاعي سم وانا عورتك بيه، وانت كده هتموت، وانت دلوقتي قتلتني، وشايف امك اللي ماتت هناك دي؟ كاس النبيذ ده هو كان حاطط فيه السم عشان يقتلك انت، وهي شربته بالغلط، يعني هو دلوقتي قتل ابوك وامك وانا مت، وكمان كده انت هتموت. طبعا هاملت وقف كده اللي هو ده، انا بص هطلع. فراح جري ومسك السيف المسموم وقتل بيه عمه كلوديوس، بقى كده هو اتسم وهيموت، وما استكفاش بكده، راح جايب اللي اتبقى من كوبايه النبيذ او جلاس اوف واين او وات ايفر يعني، وشربه له بالعافيه. وكده مات كلوديوس، وبعديها مات هاملت متاثر بالجرح بتاع السم،
كل الناس ماتت. يعني احنا كده عندنا هاملت مات، ليرتس مات، كلوديوس مات، جرترود ماتت، وفيليا ماتت، ثم مات متفرجون جميعا ومت انا بالحسره. بس هاملت قبل ما يموت جاب صاحبه هوريشو ووصاه ان هو يحكي اللي حصل ده عشان الناس تعرفه وتمجد اسمه، ووصاه كمان ان الامير فورتمبراسيس هو اللي يمسك الحكم بتاع الدنمارك. بتنتهي المسرحيه باخر مشهد ان الامير فورتمبراسيس بيتحط على راسه التاج، او بيحصل له كورونيشن او تتويج يعني، وبيؤمر ان هاملت يحصل له جنازه عسكريه على اعلى مستوى تمجيدا لاسمه. بس وهي دي البلات سامري وتوتا توتا فرقه الحدوته. طيب زي ما عملنا في الفيديو اللي فات هنتكلم برضو عن جزء مهم اللي هو السيمبلز، لان ويليام شكسبير زي ما اتفقنا هو بيحب السيمبلز جدا وبيرشقها هنا وهنا وفي كل حته. فخلينا نتكلم عن السيمبلز اللي في هاملت. اول سيمبل عندنا السكال او يوريك سكال او الجمجمه، ودي بتمثل مورتاليتي. زي ما هاملت بيقول يعني ان مهما كان الحد عظيم، مهما كان الحد قليل او شأنه قليل او شأنه كبير، وزير، غفير، ايا كان، في الاخر هو ده مصيره وفي الاخر هيموت، وما فيش حد فينا امورتال يعني خالد، كلنا هنمر بنفس المصير. تاني سيمبل اللي هو الماوس تراب او المسرحية اللي هم عملوها، ودي بتمثل ذكاء هاملت اول حاجة. تاني حاجة بتدعم فكرة حلوة اللي هي لايف ايميتيتس ارت، بمعنى ان اللي بيحصل في الحياة ده هو ما هو الا محاكاة للفن، والفن ده اللي هو المسرحية اللي هو عمل. تالت سيمبل وده سيمبل مهم اللي هو الجوست او الشبح اللي هو بتاع والده اللي بيظهر له. الشبح ده كان بيظهر له في هيئة بابا اللي هو هاملت، ولابس بادي ارمور ودرع وماسك سيف وبتاع وقوي وعظيم وكل حاجة، بس في نفس الوقت هو ما عندوش الفيزيكال باور، ما عندوش القدرة ان هو ينفذ حاجة بايده، عشان كده طلب من هاملت ان هو ينتقم من كليديوس، لان هو لو شبح وجامد قوي كده كان عمل ده بنفسه. تعالوا برضو نتكلم عن جزء مهم جدا وهي الثيمز او المواضيع اللي في هاملت. اول ثيم وهو اهم ثيم فيهم اللي هو مورتاليتي. انسان كده او كده مصيره الموت، مفيش حد فينا امورتال او خالد، وده طبعا باين في حتت كتير قوي، من اول الناس كلها تقريبا اللي ماتت، الشخصيات كلها ماتت في القصه، لحد الجريف يارد اللي اتكلموا فيها والمقبره والكلام اللي حصل ده كله بتاع الجمجمه بتاع. وفي ثيم مهم جدا اللي هو truth versus deception، اللي هي الحقيقه والوهم او الخداع او كذب او اي حاجه يعني، وده طبعا باين كتير في الخداعات الكتير اللي حصلت والحقيقه، من اول كلوديوس لما قتل هاملت ذات نفسه ومراته جيرترود وكل الكلام ده، يعني هتعرفوا تتكلموا عنه اكيد. برضه في ثيم مهم جدا اللي هو thought versus action، التفكير والتنفيذ. هاملت طول المسرحية هو راجل زي ما بنقول كده بتاع كلام بس، بق عمال يتكلم وبيلعن الظروف واللي حصل لوالده وقد ايه ان الدنيا كلها خانته وامه اتجوزت عمه وفيليا ماتت والكلام ده كله، بس في اخر المسرحية هو فعلا بيبتدي ياخد اكشن ويتحرك وينتقم لوالده، وفعلا حقق انتقامه وقتل كلوديوس وقتل ليرتس من الاخر كده، يعني هز نفسه وتصرف. في ثيم برضو مهم اللي هو مادنس، وده باين جدا طبعا من غير ما اقول انتوا عارفين ايه هو ايه. صح، اول حاجة لما هاملت مثل ان هو مجنون، وتاني حاجة لما اوفيليا اتجننت فعلا بسبب موت والدها. في ثيم اخير اللي هو ريفينج او الانتقام، وده طبعا باين مش محتاج اقول ايه، سواء هو عايز ينتقم لموت والده من عمه كلوديوس، او ليرتس لما كان عايز ينتقم منه عشان اخته اللي اتجننت وماتت او ابوه اللي مات. لازم طبعا نتكلم عن الكاركترز. هاملت طبعا هو البروتاجونيست بتاع المسرحية واهم واحد في المسرحية، وهو عبارة عن شاب صغير طبعا مفجوع على موت والده. مفجوع دي مش معناه ان هو بيحب ياكل، مفجوع جاية من اتفجع من الموت، اتخض. مفجوع على موت والده وحاسس بالخيانة ان امه خانت ابوه واتجوزت اخوه اللي هو عمه، ولما عرف كمان ان عمه كلوديوس هو اللي قتل ابوه، فهو شخصية have been through a lot of shit من الاخر، يعني مر بحاجات كتير جدا، وطبعا شخصيته بتنمو وبتدي تتحول عشان ياخد الريفنج من عمه ويقتله وكل الكلام ده. ودي النقطة اللي عايز اكلمكم فيها، وهو التراجيك هيرو اوف ويليام شكسبير. ويليام شكسبير كان عنده كونسبت كده معين، وهو التراجيك هيرو، البطل التراجيدي. البطل التراجيدي ده لازم يكون فيه شروط كده بتبقى بتتوافق فيه عشان نقدر نسميه فعلا تراجيك هيرو او بطل تراجيدي. ان هو يبقى حد اصلا اصله كويس وبيمر بسلسله من الاحداث الوحشه او series of unfortunate events، بعد كده شخصيته بتتحول وبيبتدي ان هو يعمل افعال وحشه، وفي الاخر بينال عقابه ان هو بيموت.
يبقى لازم التراجيك هيرو يمر بالشروط دي عشان نقدر نقول عليه تراجيك هيرو. لو بصينا على شخصية هاملت فهو مر فعلا بكل الشروط دي، فعشان كده نقدر نقول عليه تراجيك هيرو. اول شرط اتحقق وهو ان هاملت شخصية طيبة وخيرة وما بتعملش حاجة وحشة. وبرده تاني شرط اتحقق لان هو عدى بسيريز اوف انفورتونيت ايفنتس او سلسلة من الاحداث السيئة، سواء موت والده، جواز عمه وامه، لما اكتشف ان عمه هو اللي قتل ابوه، موت حبيبته، كل ده. تالت شرط كمان اتحقق لان هو عمل افعال وحشة اللي هو قتل عمه كلوديوس، بس ده عشان بغرض الانتقام. الشرط الرابع كمان اتحقق ان هو فقد حياته عقابا للي عمله. فكده نقدر نقول على هاملت ان هو تراجيك هيرو او بطل تراجيدي. يعني من الاخر لو جت في الامتحان شخصية هاملت او تتكلموا عن اي حاجة هاملت، لازم تقولوا ان هاملت is a tragic hero according to William Shakespeare because of كذا 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 كذا، وبتنطبق على الشروط كذا كذا كذا. You're welcome. احنا رجينا كتير في الحتة دي، بس نخش على الشخصية اللي بعده. شخصية كلوديوس اللي هو يبقى عم هاملت، وهو حد حقير جدا، وبتنطبق عليه نظرية تانية بس مش هنرجع عنها، هنلخصها كده، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. هو كان عايز يبقى الملك فقتل اخوه بالسم عشان يبقى هو الملك ويتجوز مراته. شخصية جرترود اللي هي تبقى مامة هاملت ومرات الحاج هاملت الله يرحمه الكبير، وبعد كده بقت مرات كلوديوس، هي برضو شخصية ما عندهاش اي شخصية اصلا، ورايجة مع الرايجة، وعاش الملك مات الملك، هي مع اي حد. وفي شخصية ليرتس احنا ممكن نقول عليه تراجيك هيرو بس مش قوي، لان هو مش مهم، لان هو برضو بينطبق عليه الشروط، بس هو في الاخر عمل باصله وقال كلمتين حلوين وساعد هاملت واعترف له بكل حاجة. في شخصية أوفيليا، ودي يعني أنا من وجهة نظري الشخصية شايفها إن هي باعت هاملت وقالت له أنا ما بحبكش، وفي نفس الوقت هي شخصية غريبة ومركبة كده، اللي هو يعني لما أبوها مات اتجننت وقعدت تغني أغاني حب، أغاني تنطبق شوية على هاملت، في الآخر انتحرت في النهر. فاللي هو يعني بصوا ما تتكلموش عنها، هي مش حلوة، مش جميلة. في كمان شخصية بولونيوس اللي هو ده الدراع اليمين بتاع كلوديوس، وفي نفس الوقت يبقى أبو أوفيليا وليرتس، وده شخصية وصولية قذرة، أهم حاجة عنده فلوس والمنصب. أنا كده خلصت كل حاجة عن المسرحية. لو في أي حاجة تانية عايزين تعرفوا عنها هحطلكوا في الديسكريبشن بوكس زي الفيديو اللي فات لينكس للموضوع كله على كورس هيرو، ده تقدروا تشوفوا فيه كل حاجة مفصلة يمكن أحسن من اللي قلته أنا 100 مرة، وهتلاقوا عندهم فيديوز، وهتلاقوا عندهم انفوجرافيكس، هتلاقوا عندهم كل حاجة. بلس ان انا كمان هحط لكم لينك الفيلم بتاع هاملت اللي انا واخد منه المشاهد اللي شفتوها في الفيديو ده، ممكن تتفرجوا عليه برضو وتعرفوا القصه ماشيه ازاي. وهتلاقوا كمان لينكس للسوشيال ميديا اكاونتس بتاعتي، لو حابين تسالوني في اي وقت في اي حاجه انا هرد عليكم في ساعتها ومعاكم، وما تقلقوش كله في السليم. كمان هتلاقوا لينك للويب سايت بتاعي عليه كل شغلي وكل حاجتي لو عايزين تعرفوا عني اي حاجه او تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا ويفهموا الدنيا كده قبل الامتحانات ما تيجي وتتزنقوا الكلام اللي احنا عارفينه ده. وكمان لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب لو ما عملتوش، واعملوا لايك، اعملوا كومنت، اعملوا شير، اعملوا بيبي، اعملوا عبط، اعملوا اي حاجه يعني. وان شاء الله في فيديوهات جايه كتير في السلسله هنعمل فيها ملخصات لكل الروايات وكل المسرحيات اللي ممكن اي حد يدرسها في الدنيا، فابعتوا لي انتوا عايزين فيديوهات ايه وعايزين شرح ايه وانا معاكم في اي وقت. شكرا جدا، والسلام عليكم. السلام عليكم، مع السلامة مع السلامة مع السلامة.